أربعة باولو مونتيرو، وعلى طول حاج ديوب بيعدي، وهنا الحكم مدي ضربة جزاء لصالح حاج ديوب. أهي اللعبة إيه؟ طبعا هنا ما نقدرش نحكم، الحكم مديها ضربة جزاء من ناحيتنا، هنا ما نقدرش نقول سليمة ولا فيها. على طول إنذار لكاريني حارس المرمى، وضربة جزاء أعزائي مشاهدي قناة النيل للرياضة السوبر لصالح المنتخب السنغالي. ضربة جزاء هنشوف مين رقم 10، أهو فديجة، هو اللي فديجة، وداخلين على تلت ساعة من أحداث الشوط الأول، وضربة جزاء سنغالية. فديجة بيفكر وداخل برجله الشمال، وحلوة على يمين كاريني بيسجل الهدف الأول لمنتخب السنغال. المقدمة سنغالية بهدف بقدم فديجة لاعب أوكسير الفرنسي 27 سنة، وهو لعيب مميز جدا، وهدف في ثلاث مباريات. فديجة رقم 10 من لاعب أوكسير الفرنسي. واحد السنغال لا شيء أرجوي. أهي ولعيبة برجله الشمال حلوة في الزاوية اليمين، أهي تاني من زاوية تانية داخل برجله الشمال فديجة، وكاريني والطاير كاريني في الشمال ولعيبة له في اليمين، ومقدمة سنغالية 1-0. الجول ده هيفرق كتير جدا وهيغير في شكل المباراة. هنشوف بقى فكر المدير الفني فيكتور ومن الأورجواي وفكر برونو، وواحد السنغال لا شيء أردو. 1-0 وثلث ساعة.